السلام عليكم متتبعين قناتي، ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. اليوم راح نوري لكم تطبيق اخت ومتتبعة وعضوة في جروب نظام السعرات الحرارية. كان طبقت الخبز اللي نزلته البنات بتاعتي، خبز الشعير والقمح الكامل. شوفوا كيف جاها، رائع ما شاء الله. انا نقول لك بارك الله فيك وتسلم يدياتك ان شاء الله، وبرافو عليك حبيبتي. وان شاء الله كل واحدة هكا تطبق وصفة اللي نعملها، وان شاء الله فرحوني بها انكم يعني نجحت معكم كثير كثير، وشكرا لكم. اذا هذا هو فطوري الصباحي اللي يعني صراحة مليان فيتامينات وألياف وبروتين ويعني نشويات، يعني الصراحة صراحة كل ما يحتاجه الجسم من الـ المعادن والفيتامينات وكل شيء موجود في هذا المشروب. مشروب يعني تقدروا تشربوه هكذا أو تحطوه في بول وبعدين يعني تأكلوه بالملعقة مثل ما بدكم أنتو. لأن الوصفة هي عندي تفاحة واحدة نقطعها مثل ما كنتم شايفين ونخلوها بالقشور، لأنه أهمية القشور يعني كبيرة لأنه فيها ألياف كثير. ملعقتين من الشوفان، رقائق الشوفان، عندي ملعقة كبيرة أكل من رقائق اللوز، وانتم اللي متوفر عندكم من المكسرات ديروه عملوه، ملعقة كبيرة من بذور الكتان مطحونة، وملعقة صغيرة من القرفة. بعدين عندي كاس من الماء عادي، او تستطيعون استبداله يعني بالحليب ولكن خالي، يكون خالي من الدسم احسن. انا فضلته بالمياه احسن انه مشان يكون السعرات تاعو اخف. وكمان اذا حبيتوا تعملوا ملعقة كبيرة او صغيرة من العسل، يعني مثل ما بدكم انتم الحلاوة اللي تحبوها. انا يعني كانت حلاوة التفاح والقرفة يعني كافيين ووافين. يعني انا ننصحكم انكم تعملوا هذا المشروب هذا، والله رائع. راح يخليكم يعني ما شاء الله شبعانين من مدة طويلة، ما تطلبوش الاكل. وكمان يساعد على التخسيس. ليش يساعد على التخسيس؟ انا لما اقول انه يساعد على التخسيس لانه الالياف اللي موجوده فيه يعني غنيه كثير كثير ما شاء الله بالالياف، راح تنتفخ في المعده تاعكم، لهذا تخليكم انكم شبعانين. وكمان الاكل اللي فيه الياف لازم تشربوا معاه مياه كثيره. ليش؟ مشان ما يتسببش لكم في الامساك. يعني لما تشربوا معاه الماء راح تسهل عليكم انكم تروحوا لبيت الخلاء عادي، يعني ما يكونش فيه امساك. هذا هو. وفي الاخير نعمل له رشة قرفة. هذه هي الوصفة. اذا هذا كان فطوري الصباحي. وقبل ما ناخذ هذا الفطور كنت شربت هذا الكاس اللي فوق، شفتوه متكون من الكركم والزنجبيل وبودرة الفلفل الحار، يعني مفتت للدهون، شيء رائع. بشربه الصبح على الخواء يعني على الريق، وبعدين لما بكون رايحة نام بشربه، يعني بشربه 3 مرات حتى في الوجبات الخفيفة. وهذه وجبتي الخفيفة الصباحية اللي كان من بطيخ أصفر، يعني الحمد لله. وننتقل للغداء. هذا هو الغداء تاعي اللي راح شارك معكم هذا الخضار، الوصفة الخضار الخفيفة الظريفة واللذيذة كمان، في تصلح لفصل الصيف ما شاء الله. ما رافقتها مع الأرز وشريحة من الحوت والسلطة. أنا طبيعتي أني السلطة بأخذ كمية كبيرة أكثر من الوجبة مشان تشبعني كثير كثير. يلا نروح نشوفوا الوصفة مع بعض.
إذا أهلا بكم بمطبخي هيلثي لايف ستايل كيتشن مرة ثانية. راح نبلش بالمقادير تبع الغداء تاعي. أول شيء أن مثل ما شفتوا الملح، أن الخضار اللي هي الباذنجان، الفلفل الحلو الأحمر، الفلفل الحلو الأخضر، والبصل مقطع بهالطريقة هذه. عندي الأعشاب المنكهة اللي تعودتوا عليها بها، هي الزعتر والحبق وثوم البودرة وزيت الزيتون. أول شيء راح أبلش بتتبيلة الباذنجان، لأنه أنا راح أحطه في الفرن مشان يتشوى شوية، يعني يطبخ نص طبخ. مثل ما شفتوا نحط الملح وبعدين الأعشاب المنكهة وبعدين الثوم ونخلطه كثير مليح، وبعدين ملعقة نضيف زيت الزيتون ونخلطه جيدا ونحطه في قالب البايركس اللي يروح للفرن ونخليه لحتى يستوي قليلا هيك، وراح تشوفوا كل الخطوات مع بعض. اذا هنا مثل ما انتم شايفين راح نبلش في طبخ الخضار البقيه. نوضع ملعقتين من زيت الزيتون، وبعدين بضيف البصل يتشوح قليلا مع زيت الزيتون، وبعدين بضيف لها الفلفل الاحمر والاخضر. تابعوا معايا الخطوات ان شاء الله. والله الوصفه هذه رائعه ولذيذه كتير كتير يعني، وخفيفه وصحيه ما شاء الله يعني، جربوها راح تعجبكم كتير. اذا هنا كل مره لازم نشوف الطبخه يعني حتى يعني تذبل قليلا. نضيف لها هنا نفس التوابل اللي ضفتها في الباذنجان، الثوم، الملح. لا مش راح نضيف الملح لانه ضفت في الباذنجان، وكمان في الاخير راح اضيف ملعقتين من صويا صوص، فهذا كافي ما تحطوش الملح. وكمان برجع بقولكم يعني انتو حسب الرغبة، كل واحد كيف يحب ياكل الذوق تاعه مالح او يعني. نخلط وبعدين نغطي عليه، نخليه حتى يستوي مش كليا ولكن قليلا فقط. اذا هنا راح اضيف الباذنجان بعد ما يعني استوى تقريبا نصف استواء مش كليا، راح اضيفه مع الخضار، مع باقي الخضار مشان يكملوا يعني يذبلوا مع بعض ويتنكهوا مع بعض. وهون راح اضيف الصويا صوص، عندي ملعقتين من صويا صوص، وصويا صوص مثل ما نعرفوا انها يعني صحية وكمان تعطي لذة رائعة للطبخة بتاعتك، يعني شي رائع. اذا نخليهم شي 4-5 دقائق فقط وبعدين بنطفي عليهم، ونجيكم ان شاء الله في طبق الاخير تشوفوه.
إذن هذا هو طبقي، طبق الغداء بتاعي. يعني شوفوا كيف متنوع ومشكل. يعني أنتوا لازم تكونوا ذكي أذكياء، يعني في التقديم تبع الطبق، يعني مشان تحطوا الطبق تاعكم، مشان يعني تاكلوا كل شيء طبق كامل متوازن، يعني بكمية معقولة. مثل ما انتم شايفين، قطعة من الحوت مشوي، الخضار اللي طبختها معاكم، نشوفوا الكمية كيف. السلطة، انا السلطة بحب اني احط يعني كمية اكبر من الوجبات الاخرى. الارز كمان حطيت له ملعقة من الصويا صوص من فوق، يعني شيء رائع ولذيذ وخفيف، وما تحسوش يعني بطبق مثل هذا، ما تحسوش بالجوع يعني بعده. وهذه الوجبة المسائية متكونة من المشمش والمشروب اللي شاركته معكم، راح نشاركه معكم في القناة. وهذه سلطة مشكلة مع تونة بروتين. يا ربي إن شاء الله يكون عجبكم تحدي نهار اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في تحدي آخر جديد. ما تنسوناش في الاشتراكات واللايكات، وإن شاء الله تعليقكم الحلوة المشجعة، ودعمونا دعمونا ودعمونا. وشكرا لكم، إلى تحدي آخر جديد. السلام عليكم.